بعد سنوات من انضمام سيدات الكويت لسلك الشرطة والحرس الوطني، حان أوان التحاقها أخيراً بشرف الخدمة العسكرية في الجيش الكويتي. الحمد لله الأعداد ما زالت في تزايد وتصاعد، وهذا يبشر بالخير. الأعداد إلى الآن وصل العدد تقريباً 180 عنصر نسائي تم تسجيله في قاعة المتطوعين. هذا الواجب واجب وطني، أهم الواجبات اللي يعني ممكن تكلفون فيها، إضافة إلى أن راح يكون لهم دعم مادي خلال فترة دخولهم السلك العسكري، والباب مفتوح لهم إلى الآن. عمل الكويتية في الجيش ليس مسألة طارئة، لا سيما وأن هناك 466 عنصرا نسائيا يعملن ضمن القطاعات المدنية في وزارة الدفاع وفي هندسة المنشآت. الموضوع ليس وليد اللحظة، هو كانت فكرته قائمة من عام 1988 ونفذت في 1993 لما كنا موظفات في وزارة الدفاع، وتم ترشيحنا احنا 5 لحضور دورة في الإمارات في أبوظبي اللي هي في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية. أشجع أنا بنات الكويت للأمانة في دخول هذه الدورة، تعطيهم دافع وطني ومسؤوليات أكبر تجاه البلد. الجيش الكويتي سيضم العسكريات للمرة الأولى ضمن ضوابط محددة، أبرزها عدم المبيت للنساء في المعسكرات أثناء التدريبات. أما الأقسام التي سيلتحقن بها فستقتصر على الخدمات الطبية والمساندة والهندسية والبرمجة وسلاح الإشارة. منذ الإعلان عن دخول المرأة السلك العسكري تعالت أصوات نيابية معترضة على هذا القرار، مهددة حتى بالاستجواب، لكن وزير الدفاع كان له رأي حازم بهذا الصدد، معلنا أن قرار دخول المرأة السلك العسكري قرار لا رجعة فيه. إسراء جوهر، MBC الكويت.